لم يحسم بعد شكل مشاركة كل دولة من دول المنطقة ولا حجمها في إطار الحرب على الدولة الإسلامية من ضمن التحالف الدولي، لكن هذه المسألة فتحت النقاش حول قدرات جيوش المنطقة وفاعليتها في هذا النوع من الحروب. بالنسبة إلى جيوش دول الخليج، يصنف الجيش السعودي بالأقوى بينها، وهو أيضا يحتل المرتبة 25 في الترتيب العالمي لأقوى الجيوش من بين 106 دول، ويعود تقدمه النسبي هذا إلى نوعية السلاح الذي يملكه. أما دول الخليج الأخرى فتحتل جيوشها مراتب أقل بكثير في اللائحة، وهي على الشكل التالي: الجيش الإماراتي في المرتبة 42، الجيش اليمني في المرتبة 45، العماني في المرتبة 69، الكويتي في المرتبة 74، البحرين في المرتبة 81، والقطري في المرتبة 82. وهنا يطرح السؤال: لماذا تأتي هذه الدول الخليجية في مراتب ضعيفة رغم أنها تنفق مبالغ هائلة من عائدات النفط على العتاد العسكرية، وحجم أنفاقها فوق ما تنفقها؟ الجواب هو قلة الخبرة القتالية لدى هذه الدول، والمفارقة أن الجيش الخليجي الذي لديه أكبر خبرة في القتال هو جيش أفقر دولة في المنطقة، أي اليمن، المنشغلة منذ سنوات بقتال الحوثيين والقاعدة. خارج الدول الخليجية يصنف الجيش المصري بالأقوى بين الجيوش العربية، وقد احتل المرتبة 13 في الترتيب العالمي لأقوى الجيوش، لكنه رغم ذلك لم يستطع أن يقضي على جماعات متشددة أصغر بكثير من داعش وتفتقر إلى الأسلحة النوعية في شبه جزيرة سيناء. أما الأردن فمصنف في المرتبة 67، وهي مرتبة متدنية نسبيا، لكن قوته تبرز من الناحية الاستخبارية، إذ تعتبر قوته الاستخبارية في المرتبة الثانية في المنطقة بعد إسرائيل، ما دفع البعض إلى وصفه بالفأر الذي يزأر. خارج العالم العربي، تركيا وهي ضمن دول المنطقة المدعوة للانضمام إلى التحالف تحتل المرتبة 8 في قائمة أقوى الجيوش في العالم، ويملك الجيش التركي خبرة في التعامل مع الانفصاليين الأكراد. إيران إسلامي تبقى قوة رئيسية في المنطقة غير مدعوة للانضمام إلى التحالف، وهي إيران التي يحتل جيشها المرتبة 22 في ترتيب أقوى الجيوش.